ما في حتى ولا كل شهور كتير حبينا يكون موقف ورقه من المركزيه النقابيه على اساس انه يكون علاش يخص البيان الوقت ما فيه كيما صار في الفن علاش ما يقولوا رساله تجمع يدعو الاتحادات المحليه والفئويه للتجمع امام الاتحادات وياخذوا في مسيرات وهذا يسمى ضابط نفسه لكن ما نظموه ما نظموه ما نظموه في الوقت ونحطوا انتم شنو اللي صاير في الوقت المتوقع لانهم كيف انا اتصلت بالاتحاد قال لي الكريم راهو ما عملش بالشغل ما تقولوا راهو كان تنبيه والتنبيه هذا كان جالسك واحد كطور الاتحاد العام راهو احنا بنتكلم ممكن نجمع دور الاتحاد الاخرى ما راهو نعمل مجمع مع المرة وتخرج في مسيرة راهو وهذا هذا اللي قال انا قلت لكم راهو احنا بالنسبه لنا خويا وخاصه احنا مشروع ما حدش انا ناخذ عليك التقدير ولا نقول لكم ملك اتحاد محلي يطلع لك مشروع احنا راهو ثم مقترحات نشوفوها مع بعض احنا كمنظمه نقابيه طلابيه ندافعوا دفاع مبدئي ولا مشروط منفتح منتعدين نلقوا الصوره للكرتوش مع تضامنا مع الايادي التليفونيه تضامنا مع الناس اللي قاعده تضرب كرتوش في الجمهوريه بالنسبه لقوات البوليس توا بالنسبه لقوات البوليس توا عندها مدور ناسيونال من رئاسه الجمهوريه انه العقاب كما قال هو سيكون حسب هي حاجة واحدة لكن الإرادة الشعبية حاجة أخرى. قام روحهم بدنا حيقول لهم تليفوناتهم لا تخيل